أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات الخميس الموافق 22 يونيو 22 حزيران 2023، هيكون عندك النهاردة وقت مناسب جدا لو حبيت تسافر في اليوم ده. مستحسن جدا انك تخرج لأماكن معينة وتقضي فيها جزء من يومك في الطبيعة أكتر أو في مكان مختلف عنك في اليوم ده. هيبقى عندك كتير من الحاجات اللي مش منتهية، لكن مش هتسبب ليك أي صعوبة. معظم الأمور دي بتبقى مرتبطة ببيتك وممتلكاتك. كل ده هيبقى في مزرعتك اللي انت بتعتني بيها في الفترة دي. هيتعلم أشخاص كتير جدا حواليك إنهم لما يسمعوا أخبار مش حلوة بتتعلق بشخص من دايرة أصحابهم بيعاني من شوية صعوبات ومشاكل في حياتهم ما يشمتوش. كل النهاردة الناس عندهم عدم قدرة عشان يعرفوا يحققوا خطة أو التزام، ممكن يبقى بيأثر عليهم بشكل سلبي وعلى مزاجهم. لكل الأشخاص اللي عندهم النهاردة مخاوف بتتعلق بصحة حد من أفراد أسرته أو بيمر بصراع عاطفي واضح هيبقى متعلق بالشخص ده. هتدي لك النهاردة أحداث كتيرة في اليوم ده قوة ودافعة مهمة جدا لكل تطويرك ولكل خططك ولكل أفكارك، بالإضافة لأنها هتساعدك في أنك تحقق نتائج حلوة جدا. في كتير من الأحيان هتحصل شوية حاجات بسيطة من تلقاء نفسها أو حتى مع الحظ اللي هيبقى بيمنحك المصير بسخاء لبعض منكم في اليوم ده. بشكل عام اليوم مناسب عشان تحصلوا على مساعدة كافية من مجموعة متنوعة من الأماكن طالما كنتوا بتقفوا في نشاطكم بشكل جانبي من الأحداث دي. وما تحلش محل المتفرجين في حياتك، هيجيب ليك النهاردة علاقات قوية وعاطفية مع كل أفراد أسرتك اللي بيعتبر حتى أبوك وجدك أو حتى أخوك الأكبر. النهاردة هيكون مهم أنك تبقى بتعتمد عليهم بشكل أساسي وعلى نفسك. هتتعلم إزاي تعيش بشكل أساسي في اليوم ده. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.